من مستشفى الشفاء ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، أهلا بك. ما هي التطورات الآن؟ انتهت عمليات دفن الجثث 170 التي حفر قبر جماعي لها في باحة مستشفى الشفاء؟ أهلا بك ربا وبكل المشاهدين. لا زالت عملية يعني الحفر وعملية الدفن يعني متواصلة حتى هذه اللحظة للأعداد الكبيرة من الضحايا الذين هم في داخل مستشفى الشفاء، سواء في ثلاجات الموتى أو حتى أمام ساحة هذا المستشفى. ويقوم حاليا المتطوعون وأيضا أعداد من الأطباء ومن الممرضين ومن المواطنين من ذوي الضحايا ومن ذوي أيضا الجرحى بعملية الحفر، وذلك ليتم دفن كل هذه الجثامين للضحايا في هذه القبور التي يتم حفرها في هذه اللحظات. وذلك أيضا كله يتم ربا تحت يعني ذلك تسمين تحت أزيز الرصاص. نعم. وأيضا أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف من المدفعية وأيضا من الدبابات الإسرائيلية التي تراجعت قليلا عن مستشفى الشفاء أو عن بواباته الرئيسية، وتتمركز حاليا على بعد نحو 100 متر من المنطقة الجنوبية للمستشفى وأيضا نحو 100 متر من المنطقة الشمالية. أما في المنطقة الجنوبية الغربية فهي تتمركز أمام مبنى قسم الولادة، أي بالقرب من الأطفال حديثي الولادة والخدج في هذه الحضانات. الدبابات الإسرائيلية تتمركز بالقرب من هذا المبنى. كل ذلك أيضا يتم ربا في ظل وضع إنساني صعب يحياه المواطنون هنا في داخل هذا المستشفى الذي يعني محاصر من قبل الجيش الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، والطائرات المسيرة لا تغادر أجواء المستشفى، وأيضا تطلق المسيرات بين الفينة والأخرى الرصاص. نعم، والاشتباكات مع الفصائل لا تزال مستمرة. أيضا هناك أخبار نحاول أيضا التأكد من المصادر عن مقتل جنديين إضافيين في غزة. الآن ممكن أن يعني نشهد تصريح رسمي إسرائيلي حول زيادة أعداد الجنود الذين يقتلوا أيضا في هذه العمليات العسكرية. الآن بآخر التطورات من الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إضافيين في غزة. ربما نعرف تفاصيل أكثر حول الاشتباكات أيضا والمواقع التي تتم فيها هذه الخسارات في صفوف الجيش الإسرائيلي. أيضا خضر، مرة جديدة نبقى في موضوع الجثامين، جثامين الموتى، وفي وضع مستشفى الشفاء على وجه التحديد فيما يتعلق بموضوع أزمة الوقود وخروج هذا المشفى بشكل كامل عن العمل. أي تطورات أو اتصالات جديدة سواء مع الصليب الأحمر أو المنظمات الأممية أو حتى مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع إمداد المشفى ببعض الوقود؟ بصراحة ربا حتى هذه اللحظة لا جديد في موضوع تزويد مستشفى الشفاء بالوقود منذ يومين، وحتى هذه اللحظة بعيد الاتصالات من الجيش الإسرائيلي مع إدارة المستشفى وتحديدا مع مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية لم يتم بعد ذلك أي اتصالات سواء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو حتى الأمم المتحدة أو وكالة الغوث أو أي منظمة دولية لتزويد المستشفى بأي قطرة من الوقود، حيث أن المستشفى بحاجة ماسة لهذه المادة الضرورية، وذلك لإعادة يعني التيار الكهربائي وتشغيل الأجهزة الحيوية خاصة في الأقسام المختلفة والتي هي إنقاذ حياة. طيب، عندما كنت تقول بأنه هناك تراجع للدبابات من محيط مستشفى الشفاء، هذا بفعل الاشتباكات القائمة وصد هجماتهم من قبل الفصائل المسلحة؟ إذا كانت يعني بحسب ما تشاهده تتوفر أي تفاصيل حول العمليات العسكرية المحيطة بالمستشفى؟ نعم، من الواضح أن الاشتباكات الضارية والتي كانت متواصلة طوال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة يعني يحاول المقاومون يعني التصدي ومواجهة الجيش الإسرائيلي، ولعلك تستمعين أيضا إلى هذه الأصوات الناجمة عن الانفجارات، إما أصدار من القصف الصاروخي وأيضا المدفع وأيضا الناجمة عن تفجير عبوات بالجيش الإسرائيلي وإطلاق بعض المسيرات التي أيضا الآليات والدبابات الإسرائيلية في محيط هذا المستشفى، وأيضا هناك اشتباكات بالرشاشات نستمعها بوضوح بصراحة في محيط هذا المستشفى. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير،
لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.